انتهى النار يا عباد الله، انتهى النار يا عباد الله، النار منزل اهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الحول في سطر، وبعد ذلك جحيم وهاوية تروي بهم في كل حد مستعر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة نقص من الحجر، لها مقامع للتعذيب مرصدة، كل كسر لديهم غير منجبر، سوداء وحشة شعثاء مظلمة، دماء محرقة دواحة البشر، فيها العقارب والحيات قد جمعت، كأجلودها البغال الطفر والحمر، لها إذا ما غلت تفكير يقلبهم ما بين مرتفع منهم ومنحدر، إنها النار. عباد الله، عباد الله، كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، ضيعوا أوامره ونواهيه، تناسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أما سمعوا قول الله؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. انتهى النار يا عباد الله، انتهى النار يا عباد الله، ألا فليستحي العبد من ربه، ألا فليستحي العبد من ربه، أن تكون نعم الله عليه نازلة في كل الحالات ومعاصيه إلى ربه صاعدة في كل الأوقات. وليعلم الجميع أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العصاة أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واعلموا رعاكم الله أن أعقل الناس محسن خائف، وأحمق الناس مسيء آمن. فلا يطمعن البطال في منازل الأبطال، فلا يطمعن البطال في منازل الأبطال. إنها النار. يا إخواني أنجوا بأنفسكم من النار، أنجوا بأنفسكم من النار، ووالله إن لم تتداركنا رحمة العزيز الغفار لنكونن من الخاسرين. فاجعل همك وشغلك الشاغل الفرار والنجاة من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.